السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انا دابا يلاه وصلت للمدينه ديال الجديده، وبالضبط كنتوجه للدستور ديال المدينه القديمه. دابا غادي ندخل للمدينه القديمه وغادي نشوف شي اوتيل اللي غادي نريح فيه هذه الليله هذه، وطار غدا ان شاء الله ويبان البلان كيفاش يكون. دابا غادي نمشي هو الاول نقلب على اوتيل، شي اوتيل رخيص اللي نريح فيه، ومن بعد نمشي نتغدى، وديك الساعه نجيبو شي دوره هنا في المدينه ديال الجديده ان شاء الله. ما شديتش باقي الاوتيل في المدينه القديمه، دخلت ديك الساعه كنقلب على شي اوتيل رخيص هنا ما لقيتهمش، خرجت على برا كنقلب، مشيت حدا المحطه ما لقيت والو، ما لقيت قضيه غاليه، ما كاينها 150 درهم 100 درهم. كنضرب هنا في القيصاريه حتى لقيت واحد 70 درهم، هو فاش ريحت هو باش ندوز هاد الليله هادي حتى غدا ان شاء الله. غادي نريح غير نهار، البروغرام هو ان غادي نريح غير نهار هنا في الجديده. غدا ان شاء الله بالعشيه غادي نشد طريق الرباط ان شاء الله. دابا انا كنتواجد حدا السور ديال المدينه القديمه، غادي ندخلوا دابا للمدينه القديمه ونكتشفوا المدينه القديمه والتاريخ ديال المدينه القديمه ان شاء الله. انا كاين في هاد البلاصه هادي سميتها المول، وهاد البلاصه هادي مفرقه ما بين المرسى والبحر. هنا كما كتشوفوا معايا كاينين الزروفه، هنا مختصه هنا اصحاب الصياده كيجيو هنا الدراري ديال الصيادة، يعني كاينين شي وحدين هنا تلاقيت معاهم كيصيدوا، وحتى العومان كاينين الناس هنا كيجيو كيعوموا. اما البحر كاين في ديك الجهه الليل، كاين في ديك الجهه الليل طار غدا ان شاء الله نمشي ليه مع الصباح. وما بالنسبه للمرسى ما سولت واحد الدري قلت له واش كيخليو يدخلوا للمرسى، قال لي لا خصك شي باج باش تدخل، ماشي بحال الصويره واسفي. الصويره واسفي كتدخل عليها ما كاين اللي يهضر معاك، اما الجديده لا، انا قالوا لي ضروري خصك الباج. كنت ديك الساعات في المدينه القديمه ولكن ما صورت فيها والو، كنت ندور تما حتى وصلت السقاله لقيتها ساده كتسد مع الخمسه، تعطلت طار غدا ان شاء الله في الصباح ونعاود عاوتاني نمشي ليها ونصور عاوتاني تما ان شاء الله. جيت لهاد البلاصه هادي، هاد البلاصه مزيانه، وهاد البلاصه سميتها المول، وهنا كيجيو الناس هنا كيعوموا والناس هنا كيصيدوا. ديك الساعات باش كنت تمشى في المول تلاقيت مع شي دري تما ريحت معاهم كانوا كيعوموا، تعرفت على اصدقاء جدد هنا في المدينه ديال الجديده، وجلست معاهم جمعت معاهم وراوني البلايص السياحيه، البلايص اللي خصني نمشي لهم في الجديده بحال المدينه القديمه والبحر وسيدي بوزيد. غدا ان شاء الله الا كان عندي الوقت راه غنمشي لهم كاملين ان شاء الله. غتبقى لي عن السنار ديال غدا ان شاء الله، خصني نصور فيها البلايص اللي ما مشيتش لهم هنا في الجديده. هاد البلاصه ما كنتش معول نجي ليها، كنت نتمشى وانا نخرج فيها، وهاد البلاصه راه مزيانه كاين هنا الناس فين كيعوموا هنا هنا، ولكن هنا المشكل ديالو انه غارق هنا، الا قدر الله صدك لك لاكاج راه ما كاين اللي غادي يعتقك. داكشي علاش كنصحكم انا الا بغيت تعوم عوم، ها هو البحر كاين ليه تما كاين الرمله انفاس معايا كما كتشوفوا. غدا ان شاء الله راه غادي نمشي للبحر وغادي نجيب دويره تما، غادي نجيب دويره في الكورنيش. من هنا كتبدا الحكايه ديال المدينه القديمه. انا دابا كنتواجد وسط الحي البرتغالي اللي كتعتبر النواه ديال المدينه الجديده. انا دابا كنتواجد حدا الكنيسه البرتغاليه اللي كتعتبر من ابرز المعالم التاريخيه بمدينه الجديده، واللي كتواجد حدا مدخل الحي البرتغالي واللي كيعود تاريخ بناء هذه الكنيسه الى سنه 1579 ميلاديه. عرفت الكنيسه ترميمات من وزاره الثقافه في العقد الاول من القرن 21، وفي سنه 2015 ولات هذه الكنيسه هذه مسرح القرب بالحي البرتغالي. الجديده مدينه ساحليه كتطلع على المحيط الاطلسي والعاصمه ديال الاقليم الجديده، كتواجد على بعد 100 كيلومتر من مدينه الدار البيضاء شمالا و150 كيلومتر جنوبا من مدينه اسفي. مدينه الجديده احتلوها البرتغاليون اكثر من 200 سنه، وفي هذه الفتره عرفت حروب وفترات هدنه، احتج السلطان محمد بن عبد الله لحصر المدينه في الفتره ديال شهرين، وهذا الشيء اللي اضطر البرتغاليين من الانسحاب من المدينه. وحدة الكنيسه البرتغاليه انفاص معها كيتواجد واحد الجامع سميتو المسجد العتيق الداخلي. كما كتشوفوا معايا هذا الجامع قديم، وكاينه الصومعه من البناء القديم العهد البرتغالي. انا دابا كنتوجه حدا المسقات البرتغاليه اللي كاينه في الحي البرتغالي، دوماج هاد المسقات هادي ساده
ما حلاش. سود واحد السيد عنده هنا البازار قال له ديرها ما خدامش. ديك البسقات البرتغاليه كتقاد داروا لها اعاده الترميم، داكشي علاش دابا مسدوده. كاينه واحد الورقه تما معلقه في الباب كاتبين تما الزوار بلي راه كتقاد. دوماج جيت لهنا كنت باغي نمشي ليها ساعه ما كتبش. مره اخرى ان شاء الله طان جعتني الجديده ونمشي لها ان شاء الله فاش تكون مقاده ان شاء الله. انا دابا كنتوش في السقاله ديال المدينه تقريبا دايره بحال السقاله اللي كاينه في الصويره. هنا كاين المدافع مصوبين على الجهه ديال البحر، وكاين الثاني مصوبين على الجهه ديال المدينه كما كتشوفوا. قبل الاحتلال البرتغالي مدينه الجديده كان الاسم ديالها البريجا واسم اخر برج الشيخ، وهذا الاسم هذا كان متداول بين السكان ديال المدينه. وبعد الاستعمار البرتغالي تبدل الاسم من البريجا الى مازاغون. بعد الاستعمار البرتغالي سموها مازاغون، وهي كلمه مشتقه من الامازيغيه واللي كتعني امازيغ. وبعد انهزام البرتغاليين على يد السلطان محمد بن عبد الله سنه 1183 ميلاديه دمروها البرتغاليين، ولات محطمه ولات مخربه اكثر من 50 سنه. وفي ديك الساعه طلقوا عليها الناس اسم المدينه المهدومه، وتسمت المدينه بالجديده بامر من السلطان عبد الرحمن بن هشام، هو اللي طلق على الاسم ديال المدينه الجديده. جيت للجهه الاخرى ديال السقاله، ديك الساعه كنت في البلاصه اللي ليها تما فين كاين المدافع، وفي هاد البلاصه هادي كاين واحد المدفع كندور هنا كاين واحد التريبه هنا صغيره، وهنا كاين هنا المشاش. غادي دابا نخرج على برا الجهه الاخرى، هنا كاين واحد الباب هنا صغير. انا دابا خرجت على برا، وفي هذه الساحه هذه كاين واحد التيران ديال الملاعب القرب. دابا غادي ندخلو تاني للمدينه القديمه، غادي نرجعو تاني وغادي نجيب دويره تما عاود تاني لحقاش بازار ما هضرت مزيان. هنا كاينين احياء صغار تقريبا بحال الشكل ديال المدينه القديمه اللي كاينه في اسفي وفي صويره. في هذا الحي البرتغالي كانت البدايه ديال الفيديو ديالنا، وهنا غادي تكون النهايه ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان المدينه القديمه ديال الجديده تنال الاعجاب ديالكم، وكنصحكم انكم تجيو لهاد التراث ديال الجديده غادي يعجبكم بزاف. غادي نضرب لكم موعد في بلاصه جديده ان شاء الله.